البيان اللي صادر من الكنيسة عن موضوع اشتراطات التناول والزواج وفقا للاحتياطات الاحترازية الخاصة بكورونا فيروس. وإن شاء الله خلال الدقايق هيكون معانا أبونا كوزمان كوستانتي اللي هو كان كنيسة أربع آلاف راية. البيان اللي صدر من الكنيسة أنها بتنوه بخصوص صلوات الكليل نظرا إلى أن فترة الخمسين المقدسة تكثر فيها صلوات السر الزيجة، لأنها تأتي بعد الصوم المقدس الذي يستمر 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم آباء الرسل الذي يمتد لأكثر من شهر. فقرر قداسة البابا تودروس الثاني السماح بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس والبيوت، بيوت استثنائيا يعني، وذلك بعد توقيع العروسين على الإقرار بالالتزام بحضور ستة من المدعوين فقط، إلى جانب الأب الكاهن وهو كاهن واحد فقط وشماس واحد، مع مراعاة أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة، وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية أثناء إقامة الصلوات. هنا يتحدثوا عن لبس الماسك أو الكمامة، لبس الجوانتي، المسافة اللي هي 6 فيت ما بين شخص وآخر، البعد الاجتماعي المفروض حاليا حتى يعني نعدي من هذه المرحلة. أيضا صدر بيان آخر خاص بإجراءات التناول، يمكن هما حوالي 9 نقط هقولهم بسرعة. إرشادات عامة للاستئناف الليتورجية اللي هي القداسات تدريجيا خلال جائحة كورونا فيروس. يرجى البقاء في المنزل إذا كان لديك أي من أعراض الإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي. يجب عليك التسجيل في كنيستك للتعبير عن رغبتك في حضور القداس. تنظم كل كنيسة الحضور لعدد محدود من شعبها في كل قداس، لا يمكن الحضور إلا أن تخصص يوما ووقت القداس، سؤالك الكاهن يوم وقت حضور معك قبل يوم القداس، لن يسمح بالحضور بدون دعوة لأي سبب من الأسباب. لا يمكن أن تسجل للحضور في أكثر من كنيسة في وقت واحد. تجنب استخدام أماكن إيقاف السيارات الخاصة بالكنيسة إن أمكن. تتخذ كل كنيسة جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتها، ولكن حضورك هو اختيارك تماما، ولا تقبل الكنيسة أي لا تتحمل الكنيسة أي مسؤولية. سيطلب من جميع المصلين الالتزام بقواعد التالية للحضور. في بعض القواعد منها طريق دخول الكنيسة و الوصول في وقت محدد والالتزام بالبعد الاجتماعي وارتداء القناع والقفازات أثناء الخدمة، و يعني استدعاء الشمامسة محددين لأداء الصلوات. أيضا عندنا حضور زجاجة مياه اللي هي لصرف المناولة. توزيع البركة سيعلم الكاهن سيعقم الكاهن يديه ويعطيها ويضعها على لفافة نظيفة ستأخذها بيدك دون لمس يد الكاهن أو اللفافة. أثناء التناول قم بإزالة القناع الخاص بك وتأتي بترتيب مكانك في محفظ المسافة وتفتح فمك جيدا ولا تلمس يد الكاهن. ستجلس الأسرة ستخصص الكنيسة أماكن للجلوس لضمان حفظ المسافة بين الحاضرين. يعني دي لما بعد لما تفتح الكنائس، دي الارشادات اللي هيتم اتخاذها ان شاء الله.